ركود وتراجع كبير يشهده سوق بيع الذهب في الأنبار نتيجة ارتفاع أسعار صرف الدولار الذي أثر على حركة بيع المعدن النفيس. تجار الذهب عزوا سبب عزوف المواطن لضعف قدرته الشرائية التي تأثرت بالظرف الاقتصادي العام في البلد، الأمر الذي يكبدهم خسائر مالية كبيرة. قبل كان الدولار 120، العالم إقبال قوي على الذهب، والمثقال كان 250 ألف، يعني أزيد شيء نبيع المثقال 250 ألف، هسه المثقال من 400 فما فوق، يعني بدون صياغة يطلع 375 بسبب شنو؟ الدولار. الدولار هسه 150 147، يعني بيفرق 30 ألف بالورقة، 20 ألف بالغرام بالذهب. قبل العالم تشتري عادي ما يهمها السعر، بس هسه شنو المشكلة؟ اللي كان يشتري مثلا بخمس ملايين قام يشتري بمليون. قليل اقبال الناس. قبل كان لا، اقبال الناس يعني عالم تشتري بعشر ملايين بهداعش مليون ما يهتم، لان كان سعر الذهب يتراوح يعني قليل، يعني مو صاعد ونازل ثابت سعر الذهب، بس حاليا يصعد ينزل، ما الى صورة يعني او صورة واضحة انه ثبوتية. هسه ما مدى يثبت الذهب، واقبال قليل على الذهب. ارتفاع أسعار الذهب فضلا عن المصاريف الأخرى التي ترافق فكرة الزواج ومتطلباته دفع الكثير من الشباب للعزوف عن الزواج. احنا اليوم شباب محافظتنا مبالي، يعني جينا نريد نتزوج وقفت شغلتنا على الذهب. طبعا أسعار الذهب مرتفعة جدا جدا مرتفعة، وما يعني اقول لك شغلة النيشان شيء بسيط، بس من أسعار الذهب من توصل من الذهب شيء خيالي، يعني بسعر خيالي. اليوم الشاب الانباري يتجه يعني للزواج، لكن ما يقدر انه يشوف الارتفاع باسعار الذهب، ارتفاع بالنيشان، ارتفاع بمستلزمات العرس، ما راح يقدر يتزوج. اليوم دا اشاهد انا كشاب انباري، اشاهد اغلب الشباب الانبار اكو عزوف على الزواج. الاقتصاديون يؤكدون تاثر الاسواق وشرائح المجتمع بالقرارات المركزيه للدوله، وفي مقدمتها الاسواق الماليه والتي تنعكس سلبا على المواطن مع ارتفاع معدلات البطالة والتي بلغت نسبة 40% بحسب إحصاءات وزارة التخطيط. يبدو أن أحلام الشباب قد تتلاشى مع رياح المتغيرات الاقتصادية، ففكرة الزواج ستتطلب منهم مبالغ باهظة، واقتراضها أن تيسر يحتاج لسنوات عديدة لتسديده. من الأنبار، أحمد الحمداني، قناة التغيير.